إقامتنا اليوم نهارنا الثالث أميرة سومرية ليلى محمد. فراشة الشاشة الفضية وسمراء السينما وطفلة المسرح الحالمة أتقنت تجسيد أحلام بنات جيلها وصنعت اسمها بعذوبة وبساطة وتمكن. هي التي حفرت طريقها بيديها فأبدعت وتألقت أمام الأضواء، وهي الفتاة المدللة المتمردة في أدوارها، فتاة أحلام جيلها وأيقونة الجمال السومري. هي ليلى محمد. شكراً.